السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الأحرار في المغرب الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم العربي الإسلامي، وحيا الله الأحرار في العالم أجمع، سلام الله عليكم أجمعين. تحية طيبة لكل إنسان حر يعرف معنى رحلة الحرية. كل إنسان عنده شوية إنسانية، كرامة وإخلاق والوطنية ما ننسوهاش. لا إله إلا الله، قال لك حب 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 الوطن من حب الله. هذه جديدة، هذه عمرنا ما سمعنا احنا، حب الوطن من حب الله. ايه لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لك يا سيدي نعيمة في حداش واحد الفيديو، والله العظيم يا اخويا سبحان الله، عباد قاعدوا كيما العبد اللي يتقيوا يلحس القي تاعو، يتقيوا يلحس القي تاعو. المهم قالت لك راهم لعبوا بوالدينا وهما حبوا يلعبوا بينا، وكانها مزلنا لعبوش بها. او تي لعبوا بك نقول لك حاجه كيما قال لك سبيكتور طاهر، او تانا لعبوا بك من قديم من زمان لعبوا بك، عطاو لك لا خلاوك تسني على الغمي بسني سني سني، خربتونا هذيك البلاد غير بسني سني. ومن بعد كي شافوك محليتو عينيكم شويه قال لكم يلا يلا هزوا حوايجكم، راحوا جابوا جدد اللي عطاوهم مسوده الدستور، الله يسود ساعتكم، الله يسود ساعتكم ويسود ايامكم. اللي عطاوها المسودة الدستور وما عطاوها لكش ليك انتي، عطاوها لهم هما، عليها الاخرين مازالوا مغمضين يعرفوا غير يسنيو ورقاصات ونسنيو برك، فهمتي؟ الخاطر في الامر قالت لك انا نحب الارجازن والفحلات تاع البلاد. الارجازن هذه الارجازن هذه راها تاع الامازيغ، مش قلت بنتي لو تتكلم الامازيغ غير نعاقبها؟ ما نحبهاش تتكلم الامازيغيه، وليتي انتي تهضري الامازيغيه. الارجازن هذه دونشي، هذه يخلق الله ما تعلمون وما لا تعلمون، ربي سبحانه عز وجل مغير الاحوال من حال الى حال. وليتي تهضري الامازيغيه، ياكي كنتي تقولي لا نتزوج منهم ولا نقتضي منهم ولا نبيعهم ولا نشتري قريش، يا محايل ابا لهب ابا جهل ابا جهل، الحكم بن هشام ابا جهل، النبي هو اللي سماه ابا جهل، واسمع الحكم بن هشام والنبي عليه الصلاه والسلام سماه ابا جهل، كانوا ينادوا له ابا الحكم، زعما انتيليجون بزاف، هذاك هو العقل المدبر. النبي قال لهم ابا جهل لانه اجهل الناس. وليتي يا سيدي تهضري الامازيغيه، وليتي لا لا ما نقبلوش حنا الارجازن هذه، كلام تاع الشاويه، القبائل يدبروا راسهم يدافعوا على روحهم، انا نص شاوي، ما نقبلكش تهضري الشاويه. جلاك سبت با بالفرنسي، جلاك سبت با ما نو اكسبتي بارلي لو شاوي. الله 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 يتربحك، نبردعو ونقرقعو قرقيعان. المهم حيا الله اهل الضرار، خرجوا مساكين في هذاك الحر في هذيك السخانه، خرجوا فعلا فعلا الجنوب الجزائري مهمشين واحد التهميش، تشوفهم مساكين خاصة هذوك تاع تمراس ونعامة وعين صالح وعين قزام على ما أظن وأضرار، ويعني الجنوب وتندوف، سبحان الله تبقى تشوف تقول هذو عايشين في العصر الحجري، ما كاين والو ما كاين والو، عايشين هذاك برك مساكين على بركة رب العالمين وصاي، بصح ربي يبارك فيهم هذاك، وخرجوا في هذيك السخانة وداروا وقفة احتجاجية، وبربي إن شاء الله نهار الجمعة تخرج لكم الجزائر كاملة بإذن الله. باذن الله تخرج لكم الجزائر كامله وتدزوا معاهم البلاد، بلادنا ونديروا راينا بلادنا، وحنا حرار فيها، نخرجوا في الليل نخرجوا في النهار نخرجوا في الصباح نخرجوا نباتوا قاعدين برا، بلادنا وحنا حرار ما راناش في حبس، بلادنا ما تكلحوناش، والله ما تكلحونا، ربي يحفظكم يا اهل الجنوب. اهل الجنوب لازم درك مع اهل الشمال مع اهل الشرق لحمه واحده يد واحده، يتنحاو خرجوا في، قال لك خرجوا في اضرار، خرجوا في بني ورثلان، خرجوا في خراطه، خرجوا في اضرار، طب حكموا وتبوا لعبوا ورجع عليهم الضغط، رجع عليهم ولاو يتنابشوا، رجع عليهم عاود رجع عليهم الضغط، خرجوا غير ثلاث بلايص رجع عليهم الضغط، وتخرج الجزائر كامله ياكلوا بعضهم في الليل هكا يجمعوا بعضهم ياكلوا بعضهم، والله لا يفك عليكم. عندي واحد الميساج لهذوك النفرفريين البانديسيين اللي مدارين صفحة تاع العار، قال لك شوفوا، قلنا لهم مفتاح صواب هرب، بس كهرب هو هرب، قال لهم عندي وعكاو، قال لك شنقريحة غير هبط يطلع عليك وشي وطلع راسه، لقى راح يجري الورن، قال مش شنو هذا، وين راح هذا مفتاح صواب؟
قالوا له دار وعكة وعطاه. قال ما تفهمناش هكا. اوكي قال لهم غير عسيت لي كل شيء هذاك عطاها ديجا راح ودي. قال لهم غير نغمض عيني نلقى روحي نبقى فيها بوحدي انا هذه ما تجيش من نجيبو حنا ثاني واحدة. من بعد سيدي احنا كي قلنا راه هرب هرب عطاها هرب طلعوا الشياتين النوفرفريين النوفرفريين البنديسيين انا بنديسيين هذو المعفنين المرخص والمطحن المرخص والمطحن واش قال لك؟ قال لك لا لا راه راح يداوي برك راح يداوي وكانوا عارفين باللي راه راح يداوي وشوفوا هذوك زعما يسموا روحهم الاحرار راهم يديروا في الفتنه ويخلقوا في ويديروا في البلباله وراهم يكذبوا ويقول لك مفتاح صواب هرب هو ما هربش راه غير يداوي. درك احنا عندنا سؤال ليكم علاش دخلوا الحبس كي راح يداوي برك؟ الله الله قال لك مفتاح صواب قالوا له روح برك مش كنديروا معك اتفاقيات من هادي غير انزل ثم حسب روحه بالله راه داير عنده شي حاجه دوسيات صحاح وعنده منا قام ديجا قرقبوه هيا دخل قال له روح الجماعه روح مع اصحابك قالوا والله العظيم قالوا له روح راه مصحابك تما روح تونس معاهم ما تنساش قالوا له تدي لهم شويه الزياره شويه دخان شويه خبز كسره شويه مسمن ودي معك الدومين ايه قالوا له ما تنساش ولد عباس تما راه مسلخ روحه زليط ويجري باش يدير لكم التسليه. يا ولاد راه جاوبونا على هذا السؤال مفتاح صواب راح يداوي ورجع علاش دخلوا الحبس وشنو هو السبب اللي دخلوا الحبس علاش كيعاد غير راح يداوي برك دخلوا يدير فتره النقاهه باسكو الانسان كيكون مريض من بعد يدير فتره النقاهه لازم له بلاصه تكون كالم وتكون فيها الماكلة مليحة ومنها باش يرفد صحته. أيا دخلوا الثم قالوا له هنايا ما ديرونجي راه كما ولا قعد هنا كل الصبة ها وعندك الدخان وعندك الدومين وعندك الكارطة وتفاهموا بين بعضكم نتوما كليكا تما تاع المعفنين وزادوا داو لهم الخشم أنا نقولوا الخشم بوخشم بونيف قالوا له راه تهم روح علاش قالوا لهم هما راهم ديجا قربوا على 11 نعب 12 نعب قالوا باش تكمل بهم الكيبي كيف تلعبوا البالو تلعبوا البالو لازم تزيدوا ليكيب تاع الاشرار. الله العظيم هيا جاوبونا صفحات العار صفحات الزبل صفحات 500,000 سبحان الله جاوبونا علاش داو الحبس كي راه غير يداوي برك وما هربش علاش داو الحبس دروك هذا السؤال هذا ان بون كيستيون هذا بون كيسيو كما قال البومباردي ربي يذكره بالخير مسكين علاش داو الحبس كي راح يداوي برك الله لي يتربحكم يا وجوه الشر. المهم خالد رارمي درك تكلموا عليه بزاف لي زيترانجي باسكو درك لي زيترانجي دخلوا في الموضوع وخاصه صحفيين احرار ونقابات ونقابات حقوقيه قال لك كيفاش هذا 3 سنين حبس ما داير والو 3 سنين حبس درك شوف حاجه مزوج هي درك يخرجوه خالد رارني باذن الله يخرج يديروا له عراقيل كما داروا الاخرين تحت الرقابه القضائيه ممنوع يهضر ممنوع تصور تسمى شغل يحاولوا يعرقلوا تسمى ما تصورش وما تهضرش وخرجوا برك وما تصورش تسمى دائما يكون كيما نقول حاجه قاعدين كي المراه النقرازه المراه اللي تهضر بزاف وتبربر بزاف تتقابل مع راجلها تحب دائما تكون عندها هي الكلمه الاخرى هي دائما الكلمه الاخرى هي اللي تفينيشي القباض هذاك هو يسكت بصح هي تبقى تهضر علاه باش دائما تبع انا اللي عندي حق هما هكا قالوا تما دائما يخرجوه بصح شيء ما تصورش وما تهضرش الاحرار اللي قبلوا خرجوا واش قالوا لكم نفس الشيء غير خرجوا قال لك مدنيه ماهيش عسكريه غير خرجوا من الباب تاع الحبس مدنيه ماشي عسكريه مدنيه ماشي عسكريه سواء في احرار تاع الجنوب سواء احرار تاع الشرق تاع الغرب تاع الشمال تاع الهضاب العليا تاع الوسط وين ما كان غير يخرج من فم باب الحبس يقول لكم مدنيه ماشي عسكريه ومانيش حبسي وما راحش يحبسوا بربي ان شاء الله باذن الله عز وجل احنا امنا في الله كبير امنا في رب العالمين كبير عندنا امل في الله كبير عايشين غير بالامل تاع رب العالمين وزيد عايشين بواحد النفس هكا
تاع واحد الرجال في الجزائر، رجال تاع صح، صدقوا الله ما عاهدوا عليه، صدقوا الله ما عاهدوا عليه، ما يرجعوش اللور. علاش؟ لانهم عرفوا وتيقنوا بلي راهم على حق، ماهمش على باطل، على حق، يموتوا على الحق. الحق برك، الدنيا فانيه بصح الحق عند ربي كيوقف على الاقل عنده حاجه لعل وعسى ربي يغفر له بها ويسامحوا عليها ويدخلوا بها الجنه، وهم متحكمين في هذيك الحاجه، حاكمين فيها، مكبشين فيها سنيهم ما يطلقوهاش. يا الحسالات يا الانجاز، حسبت الدنيا كلها، حسبت الدنيا كلها كما يقول كل مكعب، كما يقولوا لهارنا كل مكور دلاع، ومش دلاع، الحجره تخبط فيها راحت. لا لا الله محمد رسول الله. قال لك الحمارات درك ديريكت مع اسرائيل، ديريكت تطبيع ضرب تاع اسرائيل، راه الداخل السياسه الداخل. وقال لك بن نتنياهو قال لك راه فرحان بن زايد، وبن زايد فرحان كيما القايد مع تبون كان يبزبز فيه، هاكا راهم يبزبزوا في بعضهم، راهم يبزبزوا في بعضهم وفرحانين. قال لك عرس عرس ما له عرس، وشنو قال لك طبعنا مع اسرائيل درك نديروا معها سياسه نورمال، درك نوليو حباب. ايه وهذاك بن نتنياهو، هذاك بن نتنياهو واش قال لك؟ قال لك يا سيدي، قال لك احنا عندنا امل كبير في ترامب، ترامب هو حبيبنا وهو بابانا وهو اللي جاب لنا هذا المخطط هذا تاع التطبيع مع بن زايد، ومن بعد تلحق السعوديه وتلحق ايه ويلحقوا كامل هذوك يتجروا من وراء. السؤال المطروح لقيت صالح كاين حبيب الامارات، قال لك حتى هذا كيسموه شنقريحوس حبيب الامارات يحبهم ويبزبزو معاه ويتبزبز معاه من ورا مالي، يتبزبزو ويتباوسو ويتحضنو، فهمونا هما. كاين قال لك واحد العفسه هكا، بصح انا مانيش ماشي في هذه الخطه، هذه مانيش ماشي فيها. واش قال لك؟ قال لك النبي عليه الصلاه والسلام وعد، يعني تكلم وقال باللي اللفعه هي بني قردون، اللفعه هذيك تستولي على، قال لك باش اللفعه هذيك تخرج من الغار، قال لك لازم نسهلوا لها الامر تخرج، لانها كي النهار تخرج تموت، ينتهي امرها، النهار تخرج ينتهي امرها، لان هذاك هو الميعاد اللي خلاص ربي يقضي فيه على المسيح الدجال، وعلى ثم راهم يعجلوا في هذاك الوقت باش يجيبوا المسيح الدجال. هما ما يحبوا يجيبوا، هما ظنهم ان المسيح الدجال هذا هو المنقذ تاعهم، هو الاله تاعهم ينزل فوق الارض باش وحنا النبي عليه الصلاه والسلام وعدنا ووعده الحق ان المهدي المنتظر يجي، المهدي المنتظر باذن الله عز وجل، يعني ما عندناش مشكل نحن معاه ولو من قريب ومن بعيد، حنا معاه 100% بلغهم ما يدي ماشيين من وراه. فلا اله الا الله محمد رسول الله، ربي ان شاء الله ييسر الامور. قالت لك رجال ارجازن وفي حالات هذه نعيمه فايحي، ولا تعرف الارجازن سبحان الله العظيم، تعلمت الارجازن. لا اله الا الله محمد رسول الله. حبيت نسقسي واحد الاخ ارسل واحد الامانه هذيك، هذا ميساج خاص، واحد الاخ ارسل الامانه، حاب نعرف الامانه هذه تاع واش لمن. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجازيكم بالخير وربي يحفظكم والله يسركم. السلام عليكم ورحمه الله.